السلام عليكم. اليوم راح نخدمو حلوة القبعة. بسم الله، عندنا 125 زبدة و 50 غرام سكر. نضيفو زوج بيضات، زوج نبات تاع الزيت، نجمعو الخليط ديالنا بالفرينة، نحطو بلاكل، عندنا شوية ملح، نص مغرفة لاليفير، مغرفة فاني، نضيفو شوية نشا، زوج مغارف تاع نشا، نحصلوا على هذا القوام، نخليوها ترتاح 10 دقائق ونرجعوا لكم. نطبعوا الحلوة ديالنا، نقطعها بالطابع، ندور، كل السمك ديالها هكذا، كيك مشيخشينا بزاف. عندنا للحشوة زوج مغارف تاع البسكوي ملحي، بسكوي اي نوع عندكم، ثلث مغارف تاع الكاكاو، ثلث مغارف تاع الكاوكاو، مغرفة تاع الكاكاو، ثلاثة أربعة تاع الكاوكاو، وثلاثة تاع بيسكوي ملحي كيف، ونلموها بالكراميل.
نحصلوا على هذا القوام ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. باش نزينوا الحلوى عندنا شيكولا بيضاء، نحطوها في القوالب هذو المول. بسم الله، نلبسوا على القالب مليح. الشيكولا كيما هكا ومن بعد نحطها في الفريجيدار تجمد ونزيدو نعاودو نكررو العملية كيما هكا ثانية مرة. نزيدو لها الطبقة الثانية بعد ما جمدت الطبقة الأولى ونزيدو نردوها للكونجيلاتور تجمد. بعد ما جمدت الشيكولا في المول نعمرو الحشوة هكذا ونزيدو نردوه يجمد شوية ومن بعد نرجعو لكم. بعد ما وجدت الحلوة ديالنا نغطسوها في الكراميل هكذا ونمرروها في كاوكاو محمر. نحطو شوية تاع الكراميل هنايا نكملوا على الطريقة هذه. زينوها بالنكري ده لون ذهبي.
الحلوه ديالنا من هاد ما وجدت، ان شاء الله تعجبكم، ومع السلامه. نتمنى تشتركوا في القناه.